تواصل معايا احد الوسطاء في عشان خاطر المباراه اللي هلاعب فريق الكويتي، ومفروض ان انا كنت هلاعب مع الفريق القادسيه الكويتي، وكان متحدد ميعاد المباراه دي بقى حوالي اكتر من اسبوعين. نزلنا نسخن والناس بقى بتسلم عليا، بدات اشوف شعار كازما الكويتي. انا خدت قرار، احنا جينا نلعب القادسيه، فدلوقتي هنلاقيكم كازما، ايه رايكم؟ انا طبعا المباراه لما بنيجي نعمل مباريات بتاعتنا هنا في مصر بنتواصل مع الاداريين او مديرين الاداريين، وبيبقى في خطابات ما بيننا، وممكن ما يبقاش في خطابات. بالنسبه للفرق الخليجي اللي هي بتعسكر هنا، بنتواصل مع الوسطاء اللي بيقوموا بتجهيز المعسكرات للفرق الدول الخليجيه. تواصل معايا احد الوسطاء في عشان خاطر المباراه اللي لعب فريق الكويتي، ومفروض ان انا كنت هلاعب مع الفريق القادسيه الكويتي، وكان متحدد ميعاد المباراه دي بقى حوالي اكتر من اسبوعين. يعني انت كنت على موعد مع مباراه بالفعل، مع مباراه بس باسم الكويتيه برضه، فريق القادسيه الكويتي باسم شركتي انا، شركه الرياض للتسويق الرياضي. يعني وده سبق ليا، لعبت مع الدبل الفجيره، ولعبت مع الفيصلي الاردني واتفاق، والنصر الليبي قبل عيد الاضحى مباشره يعني، ولعبنا مع المولين العرب باسم شركتي انا، شركه كل ده باسم الرياض، باسم شركه الرياض للاستثمار والتسويق الرياضي. اتفضل يا كابتن. جينا بقى يوم الواقعه او يوم المباراه بالظبط، يعني احنا سافرنا طبعا، يعني عملنا تجهيزاتنا وسافرنا ونزلنا في قريه عشان نعمل وجبه التغذيه للاولاد قبل المباراه مباشره يعني، وبدانا بقى نجهز امورنا في الجد عشان نشوف المباراه. المفروض ان المباراه اصلا هتقيم على الملعب الفرع لاستاد برج العرب، والملعب ده كنت انا لعبت عليه مباراه من سنتين مع بيراميدز باسم شركتي برضه. مع يعني وكان طرف فيها برضو احد الوسطاء اللي هم بيقوموا بايه، بتسكين المباريات للفرق الكبيره او الفرق دوري الفرق الخارجيه اللي بتعسكر في مصر. رحنا لعبنا المباراه، النادي المذكور اسمه او صاحب المشكله هو يعني واخد ملعب بيتمرن فيه، او واخد ملعب معسكر فيه، الملعب خارج الفندق، يعني حضرتك كنت ماشي بسيارتك كده الملعب على الطريق. وصلنا، لما وصلنا مفيش بوابات امن بقى تقابلك انت مين، او انت جاي فين، او انت جاي لمين. خد بالك دخلنا احد العمال او الاولاد الموجودين، دخلنا الاولاد غرف الملابس، خرجنا من غرف الملابس، نزلنا نسخن والناس بقى بتسلم عليا، بدات اشوف شعار كازما الكويتي. لما انا لفت نظر شعار كازما الكويتي، اجتمعت بسرعه مع اللعيبه، ناديت لها كانت بتسخن، والجهاز الفني الامر كذا كذا، خدنا قرار ان احنا جايين نلعب مباراه تسويقيه وتجهيزيه. يعني القرار اتاخد وانتم موجودين؟ انا خدت قرار، احنا جايين نلعب القادسيه، فدلوقتي هنلاقيكم كازما، ايه رايكم؟ يعني انت اتفاجئت ان الفريق اتغير؟ الفريق مش هلا يعني مش قادسيه هم كازما، من هو بس شفت الشعار على سيدروم، فاجتمعت بالجهاز بتاعي وخدنا القرار ان احنا نلعب، يعني احنا جايين عشان نلعب، جايين يعني سفر واسكندريه، والهدف من الماتش عندنا، الهدف من عندنا من الماتش ان احنا نسوق الاولاد، خد بالك ونجهزهم، واولاد نتعرف على مستواهم. خد بالك حضرتك اولاد مميزه من القسم الثاني والقسم الثالث، واولاد على من المراحل السنيه ال 20 سنه و 21 سنه اللي لغايه اتحاد الكوره، اولاد من حرس الحدود ومن الترسانه ومن انديه كبيره.